تنسوف قائد جمعية كشافات المغرب. احنا مجموعة ديال القادة ديال جمعية كشافات المغرب جينا نساهموا في هذا المبادرة هذه اللي نظمتها مؤسسات المبادرة التنموية بعمالة انزكان آية ملول. وكما كتشاهدوا هنا عندنا عدة ورشات من بينها الورشة ديال الصباغة والتشجير والتنشيط وكاين حتى العرض بالنسبة للوادسوس. تلميذ من مدرسة العوينة عجبتنا هذه المبادرة، علمونا كيفاش نصبغوا الروي. السلام عليكم، كنشكروا هذه الجمعية اللي جات لينا باش علمتنا كيفاش نصبغوا سميتو، وكنشكرهم بزاف حيتاش علمونا نصبغوا. تلميذة دنيا عقمة، المهم شاركنا في مدرسة العوينة الابتدائي. المهم عجبتنا هاد البديلة باش نحافظوا البيئة تاع مدرسة العوينة، وحنا فرحانين بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. مدير المؤسسة، أولا وقبل كل شيء كنرحبوا بالإخوان، كنرحبوا بالضيوف، وكنرحبوا بهم باعتبار أنهم خداوا هاد المبادرة هادي وجاوا لواحد المؤسسة اللي هي مؤسسة عتيقة وقديمة تاريخيا، عندها واحد الجذور تاريخية، وحنا لنا الشرف انكم تجيو لعندنا وتقدموا هذا العمل ديالكم الجبار اللي عنده واحد غادي يكون عنده واحد المردود بطبيعه الحال على المستوى ديال التربيه البيئيه، كيفاش يتعاملوا الاطفال مع البيئه. ونتمنى ان شاء الله ان تكون النتائج ديال هذه الزياره هذه محموده وتكون عندها اثر ووقع على المستوى المحلي ديال المؤسسة وعلى المستوى المحيط ديال المؤسسة. وكنشكركم شكرا جزيلا. محمد وحمان، رئيس مؤسسة المبادرة التنموية بعمالة انزكان آية ملول. ففي إطار الأنشطة ديال المؤسسة تم وتخليدا لليوم العالمي للأرض، مؤسسة المبادرات نظمت سطرت واحد برنامج الاحتفال بهذا اليوم هذا. البرنامج بدأ من نهار السبت، يوم السبت 16 أبريل الجاري، وسيمتد إلى غاية 22 أبريل إن شاء الله. فالبرنامج يتمحور حول قيام بحملات تحسيسية مؤسسات تعليمية، وذلك بتوزيع الأغراس وتنظيم أنشطة لفائدة التلاميذ الترفيهية ورسوم وغيرها من الأنشطة. وكذلك البرنامج يضم كذلك زيارة للوحدات الصناعية، لواجهات الصناعية، الواحدات الصناعية بالمنطقة الصناعية لآية ملول التي تهتم بالمجال البيئي لتكون قدوة لباقي المؤسسات الإنتاجية. كذلك يضم البرنامج معرض للمستنبتات والمواد الغذائية اللي هي بيو اللي هي طبيعية. وكذلك يضم البرنامج اللي غادي ينتهي ان شاء الله يوم الجمعه بمحاضره حول وادسوس
بمركب البستانة التابع للمعهد الوطني للزراعة والبيطارة، وذلك بشراكة مع جامعة بن زهر، كلية الآداب بجامعة بن زهر والمعهد الزراعة والبيطارة. هذه بعجالة وخلاصة البرنامج ديال هذا اليوم العالمي للأرض، وشكرا.